السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كريستيانو، يعني كريستيانو وين يفاجئ الجزائريين ويعبر حبه للجزائر، يعني بعد ما شاهدنا كيفاش تكلم في الانستغرام تاعو وين دار وين نقولوا باللي وين عبر النجم البرتغالي كريستيانو عن حبه للجزائري من خلال تقديمه اهداء لمتابعيه الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. يعني اللاعب هذا اللي نقولوا باللي دائما وين هو اللي بالك في 3 سنين ولا وين ما نقولوش وين تنبأ المستقبل الكبير بالناصر، يعني وين تكلم كذلك وين تكلم فانيك على 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 محرز، يعني في وقت مضى تكلم على رياض محرز، يعني يوم لعبنا ضد البرتغال وين محرز وين تريبلا كريستيانو مراوغة عالمية بهذاك هذاك الوقت هدرناها، الناس ما كانوش يتبعوا هذه تاع بصح شتيلا ذاك الوقت كان ماجر وكلش الناس ما تبعوش، حنا هدرناها بصح ما تريبلا خلطة دوزيام ميطوك وتعاودوا تولوا للمباراة تاع الجزائر بورتغال 2018 وين كانت البرتغال تحضر الكأس العالم، يعني تروح تعاود تولي لها يعني ودره محرز ودر كريستيانو ودره تريب له جوش دروات وراح خلاه واقف ما كريستيانو لا يضحك خلطه وتكلم عليه وزاد تكلم موراها زاد تكلم فانيك من لعبة ايبولي مع الـ مع الـ مع جوفنتيس فانيك زاد تكلم عليه عام الاول مع جوفنتيس وين تكلم على بن ناصر، يعني قال لهم هذا اللاعب اللي غادي يروح بعيد هذا انتظروا هذا اللاعب غادي يروح بعيد وصح شوف بن ناصر وين راه ما شاء الله عليه. على ذلك نقولوا دائما وين كريستيانو وين يتكلم يعني دائما وين عنده متابعين جزائريين هو يعلم ذلك وين خطرة فعنيك في اللوطو تاعو داير غنية تاع الشاب خالد، يعني عنده متابعين عنده الأصدقاء تاعو عبر التواصل، يعني نقولوا بلي دائما وين شأنك كيفاش كريستيانو من يشوف التعليقات الجزائريين وين يفرح على بالك وين شأنك كيفاش يفرح هو خاصة وين الشعب الجزائري يبغي خاطر كاين بزاف تاع الريال، يعني من نهار اللي راح كريستيانو كاين بزاف كان يبغي كريستيانو كان يبغي الريال على جا كريستيانو. نشوفوا كيفاش كان يتكلم وين تكلم على الجزائر يعني في هاي راهي Um Cátia, o mano aqui vai aprendendo, crescendo e aprendendo. Argentina. I'm from Argelia. Love you, love you too, guys. I'm from Argelia. Love you too, guys. Ah, love you, little breakup. I'm from Argelia. Love you too, guys. 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 From Argelia. Love you too, guys. I'm from Argelia. Love you too, guys. Italia. Prego, come stai? Tutto bene? Meu filho. Cresce na outro meio do mundo. Tá na luta. Vamos ver. لعاب كبير هذا هو لعاب كبير راح يجيب ايران اون
Hungary. Vai, beijinho para todos. Pessoal, obrigado, obrigado. Mensagens. Mesmo Juventus vem que me jambou daquele long trainer, que me rota ligado e lá bia, mas rota. Digo, mano, aqui vai aprendendo. Crescendo e aprendendo. Argentina. I'm from Argelia. Love you too, guys. I'm from Argelia. Love you too, guys. وين فينك ما نساوش حتى غوارديولا وين تحدث يعني عن رياض محرز وما فعله رياض امام باريس سان جيرمان، يعني وين رياض محرز رد الاعتبار نفسه يعني، وكان عند الثقة تاع غوارديولا اللي حطها فيه، وين أشار المدرب الإسباني غوارديولا بنجم وين أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا بنجمه الجزائري رياض محرز بعد تألقه الكبير سهرة يوم الثلاثاء الماضية في مباراة إياب نصف النهائي منافسة دور أبطال أوروبا، ولم يقدر غوارديولا في ندوة صحافية بعد نهاية اللقاء على مقاومة رغبته الجامحة في اعتراف بفضل قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز في قيادة ناديه مانشستر سيتي إلى النهائي منافسة دور أبطال أوروبا. دير حسابك بلي لي جوار كبار، دير حسابك بلي واحد كيما ميسي كيما كريستيانو لي جوار كبار تو يتفرجوا البارتيه، خاطر على مباراه قبل النهائي، مباراه يعني بنكهه تاع نهائي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي، يعني مباراه في القمه، يعني ورياض محرز كان من مسجلي الاهداف، يعني الموند كامل واللعابه الكبار لعابه الصغار لعابه الوساطه كاع شافوا محرز. وطرح احد الصحفيين الذين حضروا لتغطيه المؤتمر الصحفي سؤال على المدرب الاسباني بخصوص رياض محرز، مذكر إياه بأنه قال الأسبوع الماضي في ندوة صحفية بعد نهاية المباراة الذهاب أن اللاعب الجزائري لا يشعر بالضغوطات وهو يسجل في لحظتين مهمتين. وأكد المدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا في إجابته عن السؤال أن قائد كتيبة المنتخب محاربي الصحراء رياض محرز لاعب استثنائي جدا وليس له أي ضغوطات. وأضاف التقني الإسباني غوارديولا في سياق أن محرز لديه موهبة كبيرة وإمكانيات هائلة في محافل كبيرة كمحطة دور نصف النهائي أمام نادي باريس سان جيرمان. وقال المدرب مانشستر سيتي أن صاحب 30 عام لعاب يكون دائما في أتم جاهزية لخوض مواجهات مهمة وصعبة، قائلا إنه يعرف جيدا إمكانيات مهاجمي رياض محرز. ووصف المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجمه الجزائري رياض محرز باللعاب الرائع في ختام حديثه عنه في مؤتمر صحفي بعد نهاية اللقاء مانشستر سيتي ونادي باريس سان جيرمان، وإن قاد المحرز نادي سيتي إلى نهائي دور أبطال أوروبا أول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي بعدما سجل ثنائية تاريخية في شباك نادي باريس سان جيرمان، يعني بمجموع 3 أهداف. حنا نقولوا بلي نتكلموا كيفاش تشوف نجوم يعني كبار امثال كريستيانو يعني ما يعترف لك برياض محرز، كيشوف الالجيري يعني رياض محرز الالجيري رياض محرز، هو غادي كيشوف الجزائري يعرف بلي رياض محرز. تكلم على بن ناصر، يعني حاجه مليحه، حياه كبيره وحاجه مليحه. نهار ما ننساوش 2019 جوائز تاع 2019-2020 وين كريستيانو كيفاش صوت لصالح بالماضي، راكم عاقلين عليها، صوت عليها كريستيانو عطى الصوت تاعو بالماضي، باش يكون على بالكم ما تنساوهاش. على ذلك الجزائري كان الجزائري يبغو كريستيانو بسبب هذا الخصلة تاعو اللي دارها مع الجزائر مع كونتر وين فوطا على بالماضي،
هذه هي، على هذيك نقولوا بلي ودي هذا لاعب كبير، دار مشوار شباب، وحنا دروك نتمناو رياض محرز يخلف هذا اللاعبين، خاطر كل واحد والمرحله تاعو. دروك مرحله نشوفوا فيها مرحله تاع رياض محرز، انا واحد من الناس نشوف مرحله تاع رياض محرز، وان شاء الله يكون قدها ان شاء الله.